السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم امين سيستم. في فيديوهات جديده من فيديوهات امين رياكشن. في هذا الفيديو جبت لكم اكثر اختراعات موجوده في حياتنا اليوميه لكن بطريقه مختلفه جدا. وقبل مشاهده هذا الفيديو لا تنسى المتابعه في الانستغرام، ولا تنسى ايضا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك اشعارات الفيديوهات الجديده. ليتس جو. واو، جميل جدا. يعني حتى لاحظوا هذا اللاصق في المراه عندما قام بلصقه، يعني حتى عند تنظيفه لم يحدث شيء لهذا اللاصق. جميل جدا، هكذا لن تضطر الى تنظيف سيارتك. واو، هذا ما اريده في المنزل. استطيع ان اطبخ شيئين في قدر واحد. رائع هذا الاختراع او هذا الشيء، جميل جدا. من أفضل أن يكون موجود في كل منزل وخاصة العائلات الكبيرة. ياس، جميل جدا لأصحاب المكاتب. يعني هي مساحة عمل فردية في وسط مكتب مزدحم لأولئك الذين يرغبون في العمل في الصمت. جميل جدا لو كان لكل شخص مساحة فردية، لكن لا أظن ذلك. فوق المنزل يقوم بوضع الواح. واو، رائع جدا. يعني فقط مجرد أن يضعها تلتصق مباشرة، لا أعرف كيف، لكن جميل جدا أن يكون لديك يعني سطح منزل. وخاصة في أمريكا لديهم أعاصير تقريبا كل 6 أشهر، يعني منازلهم تخرب. جميل مثل هذه الألواح. يس، الصابون كما أريده. كما تلاحظون هذا الجهاز يقوم بفرك الصابون لكي لا نستعمل الصابون كامل، لكن نستعمله فقط جزيئات منه ونغسل أيدينا. هذا ما نحتاجه في كل مكان. جهاز تحكم فيه تقريبا 5 أزرار، يعني إطفاء، بحث، وصوت. يعني هذا ما نحتاجه في جهاز التحكم. هذا ما أتحدث عنه من اختراعات جميلة ومفيدة في حياتنا اليومية. لاحظوا جيدا وركزوا، وهي عبارة عن صحن لغسل الأواني، وفي نفس الوقت لاحظوا جيدا أن الصابون موجود داخل الصحن وليس خارجه. معناته في حال ما إذا أردت استعمال الصابون تضغط فقط في الصحن الأعلى صحن فيخرج الصابون وتغسل ما تريد، أفضل من أن نضع الصابون مباشرة. جميل جدا واقتصادي أيضا. أوكي، هذه مصابيح. يعني هذا مصباح مفاتيح فردية كأنه بيانو، فقط بمجرد أنك تسحب أحد المصابيح تنطفئ. وهذا جميل جدا ورائع جدا. اختراعات لم أكن أتوقع أنها موجودة أصلا. رائع. أوكي، جميل جميل. بالنسبة لأولئك الذين لديهم حساسية شديدة حول القمامة، يعني جهاز جميل جدا يقوم بشفط القمامة وتغليفها مباشرة. رائع جدا. لو كنت تعمم هذه التقنية في الدول العربية ليكون شيء جميل جدا. هذه الصورة عبارة عن مراحيض، لكن شاهدوا التصميم في الأعلى عبارة عن أضواء في كل مرحاض أو في كل باب مرحاض، أخضر أحمر، وهذا شيء جميل. لا أعرف إن كنتم فهمتم المقصد من الأضواء أو لا، لكن هو للإشارة إذا كانت الأماكن أو الغرف مشغولة أو لا، أو المراحيض مشغولة أو لا، وهذا شيء مفيد جدا في حياتنا اليومية. إذن كما تشاهدون هذه الصورة اللي عربة أطفال يمكن طيها خلال 5 ثواني. نعم، ولن تشغل مساحة كبيرة في السيارة. وهذه الأشياء مفيدة لأصحاب العائلات أو الوالدين الذين لديهم أطفال ويتعبون كثيرا مع هذه العربات المثبتة، لكن مثل هذا النوع من الاختراع سيكون جميل جدا ويسهل الحياة اليومية للأم خاصة. هذه الصورة هو عبارة عن منزل للكلاب، لكن الشيء الغريب فيه أنه مكيف، يعني كليماتيزي للكلاب في الصيف مثلا. لا أعرف إن كانت الكلاب تحس بالبرد الشديد أو لا، يعني بحكم غطائهم الجلدي. أوكي، جميل جدا. هذه في السوبر ماركت، في حالة ما إذا يعني قمت بسحب علب أكل أو شيء تقوم مباشرة بعمل سحب إلى الداخل لكي لا تبقى شاغرة في الأمام. شيء جميل جدا. إلى هواة القراءة، هذه الأداة التي تشاهدون الآن في الإصبع هي عبارة أو هي تقوم بفتح الكتب لكي لا تعاني كل مرة ينطوي الكتاب وتفتحه ويكون فيه إزعاج.
هذه الأداة ستغنيك تماما على هذه المشكلة. واو، هذه علبة لكريمات اليد، يعني تلاحظون على حواف مطاطية، حوافها مطاطية منقوشة على غطاء بحيث يمكنك فتحه وإغلاقه بسهولة. يعني الأشخاص الذين يفتحون علب الكريم تكون تقريبا ليست منفتحة بسبب الكريمة، لذلك قاموا بعمل مثل هذا الشيء المطاطي لكي تقوم بفتح حتى وإن كانت يدك فيها الكريمة. جميل جدا، وهذا لا أعرف لماذا لم يكتشفوه سابقا، لأنه أمر سهل جدا. أوكي، لمن لم يفهم هذه الصورة، هي عبارة عن صالة رياضة فيها شاشة محاكاة عملاقة للحفاظ على الترفيه أثناء ركوب الدراجات الثابتة. يعني هي صالة للرياضة فقط في ركوب الدراجات الثابتة لعمل الرياضة، لكن وضعوا لهم شاشة كبيرة جدا فيها محاكاة وفيها أكشن وفيها كأنها ملاهي فقط لكي يحسوا بأنهم حقيقة يركضون في الطبيعة. إذن وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أي من هذه الاختراعات تريد أن تجربها في حياتك اليومية؟ أخبرنا أسفل الفيديو في التعليقات. قبل هذا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد عن فيديوهاتنا وفيديوهات أمين رياكشن أو أمين سيستم. إذن في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.